الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مؤكدا أنها تأتي كترجمة حقيقية لقمة المناخ التي ستنعقد في مصر بداية الأسبوع المقبل. وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن العالم يمر بفترة شديدة الدقة والاستثنائية لم يمر بها على مدار عقود سابقة. وكشف مدبولي عن مشاركة أكثر من 6000 مشروع في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مؤكدا أن الحجم الكبير من المشروعات الذي يتم تنفيذه على مستوى الجمهورية يؤكد أن الدولة عازمة على المضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ في قصر الشعب ببكين المستشار الألماني أولاف شولتس في أول زيارة لزعيم من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع للصين منذ بداية تفشي فيروس كورونا. وقال الرئيس الصيني إن زيارة شولتس لبكين تعزز التعاون العملي مع ألمانيا. من جهته أكد المستشار الألماني خلال اللقاء رغبة بلاده في زيادة تطوير التعاون الاقتصادي مع الصين رغم وجهات النظر المختلفة بين البلدين. أعلنت كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت نحو 80 قذيفة مدفعية على منطقة حدودية بحرية خلال الليل. وتعهد وزير الدفاع سول وواشنطن بإبداء القوة في مواجهة وابل من التجارب الصاروخية من قبل كوريا الشمالية. وكانت بيونغ يانغ قد أطلقت عدة صواريخ في البحر أمس الخميس، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات فشل في إطلاقه، مما دفع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى تمديد تدريباتهما الجوية. وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان لها إنها أصدرت رسالة تحذيرية للجارة الشمالية بشأن إطلاق النار. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن نحو أكثر من 4 ملايين شخص في أنحاء أوكرانيا تضرروا من انقطاع التيار الكهربي، وذلك بسبب ضربات روسية على البنية التحتية للطاقة. وأضاف زيلنسكي أيضا أن لجوء روسيا للترهيب بالطاقة يظهر ضعفها، لافتا إلى أن موسكو لا يمكنها هزيمة أوكرانيا في ساحة المعركة. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بصرف 195,000 روبل، أي ما يعادل 3,200 دولار، لمرة واحدة للجنود المتعاقدين الذين تم استدعاؤهم للقتال في أوكرانيا. وفي مرسوم نشر على موقع الكرملين قال بوتين إن المبلغ يهدف إلى اتخاذ تدابير إضافية للدعم الاجتماعي للجنود المتعاقدين والذين تم استدعاؤهم دون الخوض في تفاصيل أخرى. وقالت موسكو الأسبوع الماضي إن حملة التعبئة الجزئية لنحو 3000 من الجنود الاحتياطي قد انتهت. استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أبو ظبي، وشهد اللقاء بحث علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وجهودهما لتعزيز آفاق التعاون المشترك في كافة المجالات. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها. وخلال اللقاء أكد وزير الخارجية الإماراتي على الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين في كافة المجالات وضرورة تعزيزها. قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوريدي إن تونس تدرس مقترحا لفرض ضريبة على الثروة في عام 2023، وذلك في إطار خطة حكومية لتحقيق العدالة الضريبية. وأضافت وزيرة المالية التونسية أن الضريبة المقترحة على الثروة ستؤثر على العقارات ورأس المال، لكنها لن تشمل الأرباح. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.